ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: كنت أظن الفراء رجلا صالحا حتى رأيت كتابه معاني القرآن. ذكر أن أبا عبيد القاسم بن سلام كتب كتابا في المعاني، فأنكر عليه الإمام أحمد وقال له: بلغني أنك تؤلف كتابا في القراءات أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج بهما في معاني القرآن، فلا تفعل.